واحد من فلاسفة الراب المغربي شق طريقه وسط الراب وزحامه باش يأكد سميته بأنه راب المغربي عنده ما يقول في الدومين. مرحبا بكم في قصة بوز، بقاو حتى الاخر تاع الفيديو غادي تكون سبيشال رياكشن احسن تراك في الكارير تاع بوز. ليش الكثرة الأجساد الكتبة في الخفاء مرصنا بوز ما خصو لا بيبليك ما خصو لي غوتلو هاي هاي هاد الحياة تلعبا وداز عالاطيف عالاطيف رقاعي عامر شلاح وكما بسم الله عراكيف عراكيف في الدرهم قارون في البلية كوراما وجه الله زوروني. جواد غيت زاد في 2 أغسطس 1995 في واحد البلاصة في المغرب بين فاس وإفران في واحد المنطقة سميتها إيموزار. في الصغر تاع جواد كبر بين جبال الأطلس واللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية اللي كبر بها. نهار دار 6 سنين جواد كيدخل المدرسة الإبتدائية اللي بعيدة عليه بكيلومترات، كل صباح كيضرب مسافة باش يتعلم حرف. الأب تاع جواد كان من شعراء الدوار، التشجيع ديالو هو اللي خلى جواد صابر على المسافة اللي كيضرب كل صباح باش يتعلم شوية، وبقى على هذا الحال حتى وصل للباك وشد الباك تاعو. بحال اي شاب مغربي عارف كيفرح بهاد الكرطونه وما عندوش لا باس توجي كيتلف واشنو غادي يدير. بحال داكشي اللي وقع ليه، مشى لافاك تاع فاس وحط الباك تاعو في شعبة علم الاجتماع، ولكن هاد الشعبة هو ما حاملهاش وغير داخل عليها على الله. جواد هو ساكن في فاس، كان كيمشي عند واحد خوه كان ساكن معاه في نفس المدينة، وهاد خوه كان عنده كتوبة بزاف، وجواد كان ديما كيقرا الكتوبة وعز عليه يقرا الكتوبة تاع الفلاسفة والأدباء. إلا مشينا للحياة تاع جواد في الراب، غادي نلقاو بدا في جروب ماشي بوحدو. بدا الراب في سنة 2009 ما كانش كيلونس التراكات في يوشي حتى 2013 فاش يدير جروب هو وشير وبلاي، وجواد كان الإك إي تاعو بوست وسماو الجروب تاعهم حالفين على وزن شايفين. اول تراك كان لهم هو تراك ماشي بالعاني. ماشي بالعاني كنحسو بالخوف في الادارات، ماشي بالعاني بناتنا كيفسدو في الامارات، ماشي بالعاني ما دار لينا والو بنكيران. وغادي يخدموا بزاف على تراك اونستامبل بحال تراك ما على بالي بوالو، وحطوا بزاف على فريستايل. الا مشى الوليد خلانا وحنا صغار ربي اللي عالم، شكون اللي كان سبب الفراق ما عرفت شكون اللي ظالم. وبداو كيبانو الدراري المتميزين في الراب، وبداو كيجيبو مشاهدات مزيانه، وباش يختصروا عليهم الطريق بداو كيكلاشيو الشخصيات المعروف وديروا البوز لدارة بحال الكلاش لسينا. نص فراسي كاع ما كنحملوش، عاد نبغي بعلوك باقي بزاز لما كبروش، سابدا الحديث بجمله مفيده. بوز فلو كان اعتراف منه بان البدايه تاعو كانت اسبيراسيو من الراب المغرب، وبين الروابط اللي اسبيرو هو البيك واش كاين. نهار بدل البيك ستيل تاعو وخرج من مافيا سي وتلاح الكوميرسيال حالفين لقاو بريكول مليح وضربوه بهذا الكلاش. ونغريب عليك الضوم بيك بحال شي بوطه صال عليها الغاز، الموري طاح بيبي والدبوز ولا عرباس، لا كانت كازا بيضا با. والبيك ماتش على بوس في ديك الوقيته وخلاه حتى سنه 2018 فاش غادي يحطو في المينياتور تاع التراك تاع 170 كيلو، ولكن بوس ماتش على البيك. سنة 2015 لكل بداية نهاية من بعد بزاف على تراك اللي خدموا الجروب تاع حالفي كتجي هاد السنة وكتشتت الجروب، والسبب هو بوز قال بأن شيرو بلاي ما كانش عاطي أهمية للموضوع كثر في الراب، وقال ديما كيلقى معاه مشاكل في التسجيل والخدمة تاع تراك. وخا الجروب تفرق بوز قطع علاقته مزيانة مع شيرو، ولكن غادي يقرر هو باش يكمل راسه، وغادي تجي أول ميكس تيب بوز بسميتها أون أوف. وفي هاد الميكس تيب دا كيدخل كلمات كتقيس لداخل تاع الإنسان لأنه كيركز بزاف على أشنو كيقول كثر من أشنو خاصو يتراب. وبدا كيبان ليا بان بوز فلو بهاد البلان بدا كيفاش سميتو في الراب المغربي بحال تراك تاع اوفر دوز. جاك ضربوني ضربه قلمي في قلبي كتبت كلمه البنانه في درب. وهذا الستيل باش قصر بوز في التراك كينتمي لثقافه ليبو، هو كيعالج مواضيع اللي مختلفه بحال العنف السياسه او مواضيع دينيه. ومن بعدها كيجي التراك تاع هلواسه. العدم تجا العربي وجاب زيرو خرج علينا في ليكزام، خرج علينا في ليكزام قريب العداله تجي المنتظر خلاص بام بام. جا باش يقول فيه أن الحكماء كيستغلوا الدين باش يحركوا القطيع، وهذه القضية منتشرة بزاف في الحكومات الإسلامية. كاين بزاف تاع الناس كيقولوا بأن هذا النوع تاع الراب ما خداش حقه، والسبب هذا النوع تاع الراب كيكون معارض للحكومات والسياسيين، وهذا هو السبب اللي ما كيخليهش ينتشر بزاف في البلاتفورم ميوزيك، لأن البلاتفورم ميوزيك كتكون عليها قواعد وقوانين جاية من الفوق. بوز كان كيقول للجمهور ديالو بلا ما يبارطاجي لي تراك ديالو، لأن الشعب مازال ما وصل للوعي الثقافي والفكري باش يسمع بحال هذا النوع تاع الموسيقى. وفي هذه السلسلة تاع هلواسة أكد أن الإسلام والسياسة ما خاصهمش يتلاقاو، لأن الإسلام يمنع الكذب والنفاق أكل الماليتين، والسياسة النجاح تاعها هو الخداع والنفاق.
نوستالجيا في قلب الشوق مخبي ما غنعيش في عالم باناشي حب ونفاق. جات من بعد هالواسة كيحكي فيها عن الطفولة تاعه وركز فيها على كلمات عميقة في الكتابة ومن بين التراك اللي بدع فيه وبزاف تاع لي فان بداو كيشوفوا بأن بوز من الروابط اللي كياخذوا بزاف تاع الاحترام من البيبلي اللي كيسميهم بوز ساينس. وهاد ساينس هما قرادة كانوا في رسوم تاع دراغون بول ومن بعد كيتحولوا وكيصبحوا من أذكى البشر. بوز بقى خدام كيحط بزاف تاع لي تراك اودي وقليل اللي عارفه حتى كيجي النهار اللي كيحط فيه التراك تاع بارارا على وزن بارافارماسي أو بارابيب. لطيف لطيف راقعي عامر شلا حكمة بسم الله عراكيف عراكيف في الدرهم قارون في البلية كورة صار في إلى سوفي على لحن الهيب هوب. هذه نقطة القوة عند الراب بول بوس دوزين وطن حارك في جناح الكيلو صفر زعكونا مشنا بسباب المضامات أما كوراني ساقي الروش ريتم واحد كمل بيه بوس تراك إذا شي لي زياد فودني بقيتي كتسمع في الموسيقى ما غاديش تحس براسك حتى قراسك كتحرك في راسك كتسمع الموسيقى فهمتي شي حاجة. من بعد إنجاز بوز في الراب العميق ذا الجمهور كيقارن بينه وبين المورفين وهاد المقارنة هنا غيدخلنا في أحسن بيفتيز في الراب المغرب من أساطير الراب العميق بوز والمورفين. بدأت القصة نهار سولو المورفين في انستغرام كيف جاك بوز قال لهم ما كنعرفوش وبوز قاس باش عرف راسو على المورفين وحط تراك في يوتيوب بابا نويل كيكلاشي فيه المورفين. ياك ما شفتيهم بداو تيقارنو دخلوك التناوي هاد المقود راه نتا اللي صنعتيه ودرتي المانيط وقال فيه انه بدات المقارنه بيني وبينك ودخلوك الشكوك في راسك واش انا احسن منك. سبحان الله عطانا التكنيك من نفس الخابيه الحايله راه قول بك ربي زادني شويه د الفلو من اللي مشيتي. وقال ايضا بلي راه عندي انا وياك نفس التكنيك تاع التقصى ولكن انا زيد عليك نغزه. وزاد قال لي انه انا تصويرتك ماشي فوتوكوبيت لاكارت ديال وصلحت لي كاع افكار يعني داكشي اللي باغي تقول لي راني عارف وحافظ مزيان. وجات النقطه فاش كيعترف بها بوز بانه هو ولد تاع المورفين فاش قال شي شي راه غير كنتذكر انا والوالد على واحد الليله قاسني وجرد تاع المورفين ديستراك تاع ستار مورفي حيت منك بزاف داكشي علاش غنجاوب كيدك وكتشي غير بوحد كنخليك غير في الحلم دفيت شكيت في الراب طلب تيست ادي ان بتويت نعرف واش ولدي نيت ولا ولد كاترويت. اول حاجه غادي نلاحظوا ان التقصار تاع المورفين على انستري كيخلع بحال انه دخل في الدخله باش يخلع بوز وقال فيه بانه منك بزاف وشكيت فيك واش ولدي نيت ولا ولد كاترويت. وهذا كاترويت هو رابر قديم كان دار بزاف تاع فيوتشرينغ مع المورفين وجبد ليه البلان تاع حالفين اللي جات على وزن شايفين الملوك حالفين على وزن شايفين صعيبه هذيك الطريقه جن قلبات مورفين ومنها نبان على الخوت ذكي. وقال لي بان بغيت دير بحالهم ولكن الطريق صعيب عليك. وقال لي بان بوز شخصيه عبد الرؤوف وانت كتعاود في الخبير يعني انت كتبقى تعاود الحجه داكشي تاع الضوء. وقال لي واش كيسحاب ليك الكلاش تبرهيش ما عطيش خالص يجيك كلاش تبرهيش رجع للغيوان وستنتي. اذا كان كيسحاب ليك كلاش تبرهيش رجع للغيوان وستنتي حيت بوز كان قال لي حتى كبرنا مادي عاد جاك تبرهيش. قال لي انا غير شربت معاك قهوه والمره الجايه قرضتك البويضه وما نولدكش اذا كنت كيسحاب لك راسك ولد. وجاوبو بوز الطراك تاع لويزا ملحك القلوه تشوف لا ما عقرتيش نعكر غنخربق لك السباق غنديرو الريفوليشن غنبدل لك الرايه بديك اللي فيها اللوان بزاف. قال لي ردني ديك البويضه وغادي نعقرك وما غاديش تقدر تولد. وقال لي غادي نبدل لك الرايه بهذيك اللي فيها اللوان بزاف وكيعني بها الرايه تاع المثليين اللي فيها سته تاع الالوان يعني الدوشات. وقال لي بلا ما تدخل كاترويتش راه ديجا عارف بيه وعطاني شابو. وقال لي كمل وجبد لي البلان تاع الكلاش تاع الفرده اللي كان بيناتهم. وقال لي ولدك انت ولا ولد كاترويتش ما عرفتش انا ولكن انت طلعتي رعواني كتفرق مراتك على صحابك يعني كيقصد بها بان المرات تاع مورفين راه هي والده بوز ولكن ما عرفتش ولد من واش ولد المورفين ولا ولد كاترويتش. وقال لي جاوب شي بطاك تاع روميكس يعني ودير شي لعبه من عندك. وقال لي يا مهدي الله يهديك راه غير كتكلاشي في راسك يعني كيهضر لي بافكار. وقال لي بلا ما تعيط لكاترويتش يجيب لك سلو راك غرقتي معايا في هذا البيف يعني راه داخل خاسر. وصار الكلاش اغنيه من فيلم قسم 8 تاع ميلود ومجي كانوا كيغنيوها في الدروج ملي كانوا مريحين وكيشربوا وكان بهذ النقطه انه ضحك على الاستاذ تاعو. لين تفكر ليلى جندير وزن طويلة باقي صغير زال ليلى. فاش كان ميلود ومجيد كيضحكوا على الاستاذ تاعهم وغادي يجاوبوا المورفين بالتراك تاع جوج على ثلاثة. نعلو الشيطان انا اللي كاين فوق البطلون نعطي الميداي. وقال لي نعلو الشيطان انا اللي كاين راه انا اللي كنعطي الميداي يعني انا اعطي الميدالية شكون غيشد بلاصتي. وقال لي حياتك غادي تدوز بزيرو شخصية حيت انت غير كتنقل من عند يعني الشخصية ديالك ما كايناش وغير لابس الجلباب ديالك. قال لي هاك المورفين بالكوتا كوتش ونقص عليك صداع الشيمي. الشيمي هو ديك اللعيب اللي كنديرو في العواد باش تدفي الدار. بغى يلمح ليه انه جا دقة وحدة غادي يحرق. ومن بعد الجواب تاع بوز تراك ما عندارين ديجا عشت في قصرك
وحافظ لك لي ديفو ما كانش حساب لي راسي نيت شي اوبستاكل زايده. وقال لي انا راح حافظ لك التراك تاعو وعارفك مزيان وحافظ لك الاغلاط تاعو. قال لي بنتي حصلت شي في هذا البيت وانت معروف عليك الصلابه. وقال لي فاش كتذكر سميتي كنعرفك اعترفتي بيا انني واعر وعندي ما نقول في الراب. وجاوب المورفين بالتراك تاع الروند 3 نهار دير شي ولت انت وندير انا حفيد عاد غتفهمني وتطق الله يغفر لينا من الوالدين. قال لي انت راك ولدي وغير تكيس عليك في هذا البيت ونهار تولد غتعرف قيمه الابوه. وجاوب بوز تراك تاع توش داون روت ولدات ولك حمارتك فيس بعد الرواح ما تيموتش تغيا هاد المسطيف. قال لي انا عندي سبعه الرواح وما كنموتش تغيا وراني كنت احترمتك في الدياس ولكن ما كتبانش الحنه في غرى. وقال لي انت غير كتقلقل في الدياس يعني كتعكل في الدياس يعني ما كتجيبش الريمه هادي. والمورفين مارتش على بوز وكان هذا هو احسن بيف داز في الراب المغربي. ومن هنا بوز خذ الريسبي تاع البيبليك تاع الراب. ومن بعد بوز خلف لي بيف اخرين بحال بيف مع الديب وبيف مع فيغوشي. ولكن البيف تاع بوز مع المورفين كيبقى احسن بيف داز في الراب المغربي. وبوز فهاد لي بيف يدخل فيهم من بعد مع المورفين بقى محافظ على مالك تاع لي بيف وكان عنده الوزن تاعو في لي بيف يدخل فيهم من بعد بقى معروف واعر. بوز كيخدم فيوتشرينغ مع بزاف تاع الرواب صيق عليه طابو رشطالك فلاقك بالصفاق تخبي يا طابو. وكذلك كنخدم فيوتشرينغ مع بعض الفنانين اللي كنطلع معاهم ديال سكواري بحال فيوتشرينغ مع سكينة فحصي. مازال الوصر هنا مقراه مازال الدولار ما بانكاع حفرنا الدنيا وقتنا القاع. الى مشينا طلعنا على بوز في الراي تاعو في البيف اللي كان بين المغرب والجزائر. بوز حطرا جا محايد ما جا لا مع المغرب لا مع الجزائر. البروباغندا اللي ولات جينيتيك كي ديديك حلي والبيف صنعوه كراكيز النظام. رغم انه مغربي وهاد القضيه انا ما عجبتني الصراحه كيبين فيها بوز العمق تاعو. ولكن انك انت مغربي خاصك تدافع على بلادك وبلادك هي الاولى كيف ما كان الحال. ودابا نديرو سبيشال رياكشن احسن تراك في الكارير تاع بوز اللي هو نوستالجيا. مرات كنحبس دمعتي في عيني ملي كنتفكر راسي في مجتمع اللي بقى ماشي راجل ما تجيكش في شكل الا كان هكا رحنا كاملين شمايت وقابله شهاده. هنا بغى يقول نهار كان زادو راه كنكونو كنبكيو وقابله شهاده. قابله هي المراه اللي كتولد العيالات في دواوه راه كتكون شهاده علينا. نهار كان زادو راه عيطي في الكيد زاد من كرشمو كتكون اول غوتاني وباقي حدا كرشمو. اشيري ملي قلتي لي الدمعه حلوه عرفتك عمرك بكيتي. هنا بغى يقول انه انت كتبكي بالفرحه عمرك بكيتي بالحزن. راس معالمي وسط دماغي رسمت سمايك حلا راس مراسي فيه امير مساري فيه مسطب. هنا بغى يفسر بانه كيعيش العالم تاعو بوحده غير في راس وهو الامير فيه. وانست حلا العقل سابق العمر ساعة القلب معطل. هنا بغى يقول انه كيفكر تفكير تاع الناس الكبار هو مازال صغير ولكن مازال القلب تاعو معطل لانه مدمر. القلب معطل عشت حياتي مالك والدنيا مولاها ربي عشت حياتي قنفود في قلب الشوك مخبي. هنا بغى يقول ان الصغر تاعو كامل دوزو هو ما عارف والو واخا كان داير به الشر من جميع النواحي والشر عنا به هو الشوك تاع القنفود وهذا القنفود راه كله شوك. رنافق رسمت حياتي في الحيط سبقت صحابي بالغوص. كيعني ان صحابه ما طلعوش رجال وطلعوا غير بنات حيت اللون تاع الغوص كيرمز للبنات. خساره فيك ابي كون غير جبتيني برا خساره جيت لداخل بعد ما داز تسريب ربحت السباق عطوني دنيا في المغرب. هنا بغى يقول راه ربح السباق كحيوان منوي ونهار داز تسريب بين الاب والام تاعو في العلاقه الجنسيه كيف ما كتعرف كيكون ملايين الحيوانات المنوي وواحد فقط هو اللي كيربح السباق وكيصبح من بعد جنين في كرش تاع الام. وزاد عليه بانه ما عندوش الزهر تزاد في المغرب. عري وريني عينيك المهبوله طفات الغريزات الشعب المحروق. هنا بغى يعني بها انه اي بنت ما عندهاش العقل وكتكون نيه وكيجي اي واحد كيضحك عليها بجوج كلمات كتفي فيها الغريزه تاعها. كي بغيتي تصلي وسط بلاد البيسريات وهادي ساهله دوز حيد. بنت الناس الا غمزتك راه غير طامع في الكوفر ما ديريش الثقه راه قاعد حيكاتي صفر. البنت راه الا غمزتك راه غير طامع في الكوفر والكوفر كيعني بها هي المؤخره تاعك وانا لا قلبي مفرغ يعني راه بغيت شحال من مره. العمر عندي فيراري مشرق البواطه فيتاس. هنا بغى يعني بها انا العمر تاعو ما عقلش عليه كيفاش داس والاحلام اللي كان كيحلم ما درت حتى واحد فيهم ما حقه. راني غير قصار فهاد الراب مغربي حاشاك. هنا بغى يقول بانه الراب المغربي موسخ وفيه الفساد ماشي دومين نقي. غادي يكون درنا تحليل التراك تاع نوستالجيا. الى هنا غادي يكون سعيد انا. الى عجبك الفيديو دير لايك ابوني لاشين بارطاجي الفيديو مع صحابك.